فانت كده بتضيع عليهم المسجد، يقعدوا يصلوا في الشارع بقى ويجوا صافين والدنيا ساقعة. مشكلة، حتى الجن مش عارف يعيش معانا. الفاتحة. صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نتوجه إلى الله متوسلين برسول الله أن ينزع فتيل الفتنة من بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا، وأن يلهمنا رشدنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم من ولي أمر من أمر أمة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم فرفق بهم فارفق به، ومن ولي أمر من أمر أمة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم فشق عليهم فشق عليه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين. أدخلنا في كل الأمور من خلاصتك، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع، فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. واليوم نبدأ في كتاب أحكام الفرائض والوصايا. الفرائض اللي احنا نسميه علم المواريث، والوصايا اللي هي الوصية، لأن تملي المواريث متعلقة من بعد وصية يوصي بها أو دين، فتملي التركة ما تركه الميت، يؤخذ منها الوصايا والديون وتكاليف تجهيز الميت ودفنه، ويؤخذ منها الزكاة إن لم تدفع، وقيمة فريضة حج حتى يتولى الحج عنه أحد الناس إن لم يحج عن نفسه، ثم الباقي يسمى إيه؟ يسمى الإرث. يبقى المجموع كله اسمه التركة، بعد ما نخصم منه كل ده يتبقى الإرث. الإرث ده يوزع على الورثة أصحاب فروض والعصبات. فهنتعلم النهاردة هي مقدمة في كتاب أحكام الفرائض والوصايا. يقول في الهامش: فإن إخراجه كتاب أحكام الفرائض والوصايا. والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، من الفرض بمعنى التقدير. والفرض شرعا اسم نصيب مقدر لمستحقه. والوصايا جمع وصية، من وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به، من وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به. والوصية شرعا تبرع بحق مضاف لما بعد الموت. وإحنا نحاول نقف عند هذا الحد، والمرة الجاية نتكلم على الوارثون من الرجال المجمع على إرثهم 10، هنقف عند هذا الاثنين القادم.
يقول الشيخ البيجوري معلقا على الفقرة: كتاب أحكام الفرائض والوصايا لما كانت الفرائض نصف العلم كما في الخبر الآتي ذكرها المصنف كغيره في نصف الكتاب، لأن تقريبا احنا كده نص الكتاب يعني عدى النص بشوية، فهم تملي يحطوا الفرائض في نصف كتب الفقه لأن الرسول قال هي نصف العلم، لأن علم الدين نصفه تعلق بالحياة والنصف الآخر تعلق بالوفاة، وتملي الفرائض متعلقة بالوفاة. ولما كانت الوصايا متعلقة بالموت بحسب اعتبارها من الثلث، لأن أقصى وصية الثلث، سيدنا علي بن أبي طالب ما كانش يحب يوصي بالثلث، يحب يخلي الوصية الخمس، يخليها الربع، يخليها السدس، لأن أقصى حاجة الثلث، فتعملش أقصى حاجة حتى لا تضر الورثة، عايز توصي وصي بحاجة معقول، لكن لو زاد عن الثلث لا تنفذ الوصية إلا في الثلث وما زاد بإذن الورثة، لو أذن الورثة تتنفس، لم يأذنوا يبقى ناخد الثلث بس، قدر الثلث من الباقي مش متركة، الثلث من الباقي بعد ما نخلص الديون، يعني الديون مقدمة على الوصايا، لكن ربنا قدمها في الذكر على الدين من بعد وصية يوصى بها أو دين. ليه؟ لأن عادة العرب كانت تهتم بالديون وما تهتمش بالوصية، فربنا قدم الوصية يعني حتى يبين أنها مهمة كالدين، وإن كان الدين أولى في الترتيب. لا، نطلع الأول الديون، الباقي نطلع منه الزكاة، الديون الأول طبعا. ولما كانت الوصايا متعلقة بالموت بحسب اعتبارها من الثلث وقبولها وردها ناسب أن يضمها مع الفرائض، وقدم الفرائض عليها باعتبار الاستحقاق، فإن الورث يستحقون الميراث بالموت، وإن كانت الوصية باعتبار الإعطاء مقدمة على الميراث كما قال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. والمراد بالفرائض مسائل قسمة المواريث أي التركات، سواء كانت بالفرض أو بالتعصيب، وليس المراد بالفرائض الأنصباء، لكن التعبير بالفرائض ظاهر بالنسبة للمسائل التي فيها فروض ولو مع التعصيب، كالمسألة التي تكون من ثمانية كزوجة وبنت وعم، الزوجة تاخد التم، البنت تاخد النص، والعم ياخد التلت تمن اللي هو الباقي تعصيبا، يبقى الزوجة هتاخد التم والبنت تاخد أربعة من ثمانية، النص، أربعة وواحد خمسة، باقي من الأثمان إيه؟ ثلاثة ياخدهم العم تعصيبا. كويس؟ كالمسألة التي تكون من ثمانية كزوجة وبنت وعم، لا للمسائل التي تكون بالتعصيب فقط، كأن مات عن عشرة إخوة أشقاء أو لأب، فإن المسألة تكون من عدد رؤوسهم وهو عشر على عشر على طول، فكان مقتضى حيورثوا إيه؟ مش أهل فرائض دول، الإخوة لأب أو الإخوة الأشقاء مش من أهل الفرائض، لكن دول عصبة هيورثوا بالتعصيب، فيبقى قد يرث الإنسان بالتعصيب وقد يرث بالإيه؟ بالفرض. الفرق إن الفرض مقدر والتعصيب ياخد الباقي، الفرق بين الفرض والتعصيب إيه؟ إن الفرض مقدر ياخد نسبة محددة حددها الشرع، ياخد ثمن، ياخد ربع، ياخد ثلث، ياخد نصف، ياخد ثلثين، على حسب بقى كل حاجة ما ناخدها في التفصيل، لكن التعصيب ياخد الباقي. طب لو ما فيش باقي ما ياخدش، يبقى التعصيب لو في باقي ياخد، لو ما فيش ما ياخدش. ومش كده وبس، ده كمان احيانا يورث العصبة، يورث بالفرض وبالتعصيب، كالاب، الاب ممكن يورث بالفرض وياخد الباقي كمان تعصيب في بعض المسائل، فقد يجتمع الفرض والتعصيب في ايه؟ في بعض المسائل.
فكان مقتضى ذلك أن يقول كتاب الفرائض والتعصيب، كان حقه يقول كده يعني، لأن الناس مش بتورث بالفرض بس، بتورث بالتعصيب. ودفع العلماء ذلك، يعني العلماء اعترضوا قالوا لا، يقول الفرائض كفاية بقولهم، وغلبت الفرائض على التعصيب لقوتها وشرفها عليه على الراجح، لأن الشارع قدرها. وقيل التعصيب أشرف، لأن صاحبه إذا انفرد أخذ جميع التركة. يعني لو واحد مات ومالوش إلا أخ واحد مقطوع من شجر، أخوه ياخد كل التركة، خد بالك إزاي؟ واحد مات وسايب عمه ياخد كل التركة بالتعصيب، مش من أصحاب الفرائض، ياخدها كلها. يعني إذا انفردت العصبة أخذ التركة كلها. لكن اللي مات لو ليه زوجة، ما هو الزوجة بقى بتاخد، ليه أولاد الزوجة تاخد الثمن، ملوش أولاد يبقى تاخد الربع، الربع ما هو محدد. لو ليه أولاد تاخد الزوجة الثمن، لو ملوش أولاد الزوجة تاخد الربع، أكتر من زوجة ينقسم بينهم الثمن على عليهم، أو يتقسم الربع عليهم. وقيل التعصيب أشرف، لأن صاحبه إذا انفرد أخذ جميع التركة. والأصل فيها يعني الدليل، الأصل هنا يعني الدليل آيات المواريث، هم ثلاث آيات، آية 11 و12 في سورة النساء، وآخر آية في سورة النساء اللي هي آية 176، ثلاث آيات بس اللي فيها كل أحكام المواريث، ما لهمش رابع. والأصل فيها آيات المواريث كقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية، وأخبار كخبر: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وعشان كده قالت التعصيب جاء منين؟ جاء من السنة. الحقوا الفرائض بأهلها يعني ادوا أهل الفرائض حقهم، فإن بقي شيء بعد الفرائض فلأولى رجل ذكر، اللي هي التعصيب. وفائدة ذكر بعد رجل، كان ممكن يقولك رجل كفاية، طب ليه يقولك ذكر؟ بس لو قال رجل نفتكر أن الصبي يخرج والطفل يخرج، مش كده برضو؟ ده التوكيد، فائدة رجل التوكيد ودفع ما يتوهم أن المراد بالرجل مقابل الصبي وهو البالغ، بل المراد به مقابل الأنثى وهو الذكر. فإن قيل لو اقتصر على ذكر فلأولى ذكر بدل ما يقول رجل، من أول الأمر لكفى، فلما ذكر رجل معه؟ أجيب بأن ذكر رجل معه لدفع توهم أنه عام مخصوص. وقد اشتهرت الأخبار الصحيحة بالحث على تعليمها وتعلمها، أول علم يرفع هو علم الفرائض، كويس؟ وعلى شكل الرسول صلى الله عليه وسلم حث على إيه؟ تعلمها وتعلمها. كخبر: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وأن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن، حتى إن الاثنين يختلفان في الفريضة الواحدة فلا يجدان من يقضي بينهما. وخبر: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وإنه نصف العلم، وإنه أول علم ينزع من أمتي، أي يفقد بموت أهله ويرفع بفقدهم. يعني في بعض المسائل المعقدة في المواريث لحد الوقت تعرض على أهل العصر ما يعرفوش لها حل، كانوا يعرفها اللي ماتوا، معقدة صحيح، يمكن ما لهاش تطبيقات كثيرة من شدة تعقيدها، لكن كان العلماء القدامى يعرفوه. الوقت يقول لك يا سيدي انت قاعد بس تجيب لي مسائل غريبة ما بتحصلش، يعني بيغطي جهله انها ما بتحصلش، فهو يبتدي يرفع بالتدريج. يعني بعض تفاصيل العلم نفسه في الأمور النادرة تلاقي مش عارف يجاوب بعض الناس، ويكتفي بقى يقول لك ما انا مش هجاوبها لان مهما عشت هي ما بتحصلش الا نادر، واخد بالك؟ والنادر لا حكم له. لكن كان زمان الناس علماء الفرائض اقوياء، يفترض حتى الصور النادرة ويقول لك حلها ايه. دي الميزة بقى. وليس المراد انه يرفع من صدورهم بخلاف القرآن،
علم الفرائض يرفع، بس يرفع بقبل العلماء. لكن القرآن حيرفع برضه، لكن برفع القرآن من الصدور والسطور. يجي في آخر الزمان كده اللي حافظين القرآن ينسوه، يجي يفتح المصحف يلاقي صفحته بيضة، فيرفع من الصدور والسطور. فإنه يصبح الرجل لا يجد في صدره شيئا منه، ويجد المصحف ورقا أبيض. وإنما سمي نصفا أن غيره أكثر أحكاما، مع أن غيره يعني وإنما سمي نصفا مع أن غيره أكثر أحكاما لتعلقه بالموت المقابل للحياة، وهما حالان للإنسان، ولكل منهما أحكام تخصه. وقيل النصف بمعنى الصنف، وإن لم يكن نصفا حقيقة، يعني نصف العلم أو صنف من العلم يعني، فنصف بمعنى صنف. قيل ذلك ليه؟ لأن الأحكام اللي غير الفرائض في الدين أكتر كتير، أحكام المواريث محصورة، لكن أحكام الدين كتيرة بالنسبة له. فقال لك أن نصف العلم هنا يقصد به صنف العلم، كما في قول الشاعر: إذا مت كان الناس نصفاني، شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنعه. فإن مراه بالنصف الصنف، كان الناس نصفان يقصد صنفان، شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنعه. وإن كان أحد الصنفين أكثر أفرادا من الآخر، وليس مراد تحرير المناصفة حقيقة. والبيت مخرج على لغة من يلزم المثنى الألف في الأحوال كلها، لأن المفروض كان يقول إذا مت كان الناس صنفين، مش كده برضو؟ أو نصفين، لأنها هتبقى اسم خبر كان، لكن قال لك كان الناس نصفان، خلاها على صورة الرفع. ليه؟ لأن في لغة في العرب يلزم الايه المثنى الألف والنون، على لغة من يلزم المثنى الألف في أحوال كلها. أو أن اسم كان، أو نأولها على المعنى الثاني غير اللغة النادرة دي، أو أن اسم كان ضمير الشأن، كان شأن الناس نصفان، كان شأن الناس نصفان. تبقى الناس نصفان مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب خبر كان. خدت بالك؟ يعني عايز يأولها لك بطريقة الإعراب المعتاد يعني. أو أن اسم كان ضمير الشأن، والناس مبتدأ خبره نصفان، والجملة خبر كان. وكانوا في الجاهلية، نظام الإرث في الجاهلية، يورثون الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار. وكان الإرث في ابتداء الإسلام بالحلف بكسر الحاء وسكون اللام، وهو العهد على النصرة. فإذا تحالف رجلان وتعاهدا على أن ينصر أحدهما الآخر، ورث أحدهما من الآخر السدس. ويدل له قوله تعالى: والذين عاقدت، وفي قراءة عقدت، أيمانكم فآتوهم نصيبه. يبقى إيه؟ عقد الأيمان اللي هو الحلف، فآتوهم نصيبهم اللي هو السدس. فنسخ ذلك بالتوارث بالإسلام. بعد كده لما نزلت آيات الإرث بقى نسخ هذا، قال أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. السبب الثاني في ابتداء الإسلام من في الإرث غير الحلف الهجرة. فإذا أسلم شخص مع شخص أو هاجر معه ورثه، كل ده قبل فتح مكة، وإن لم يكن بينهما قرابة. ويدل له قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. يبقى يورثوا بعض بالإيه؟ بالولاء. ثم نسخ ذلك فكانت الوصية واجبة بس للوالدين والأقربين. وإذا حضر أحدكم الموت
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقا واجبا يعني على المتقين، مش كده؟ يبقى إيه نسخة بعد كده الإرث بالهجرة، وحل محل وجوب الوصية للوالدين والأقربين، ثم نسخ وجوب الوصية بآيات المواريث اللي هي نزلت في سورة النساء، قال صلى الله عليه وسلم لما نزلت: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث، أي واجبة، أي لا وصية واجبة لوارث. وعلم الفرائض يحتاج إلى ثلاثة علوم، عشان تتعلم علم الفرائض لازم تتقن ثلاث علوم: علم الأنساب عشان تعرف الإخوة الأشقاء والإخوة لأم والإخوة الإيه اللي أب، وإحنا قلنا الإخوة لأم اسمهم الأخياف قبل كده بدرس الموطأ، قلناه الإخوة لأم اسمهم الأخياف، والإخوة لأب اسمهم العلات، والإخوة الأشقاء اسمهم الأعيان. يبقى في إخوة أعيان اللي هم الأشقاء لأب وأم، وفي إخوة لأب اللي هم الأمهات مختلفة يسموهم الإخوة العلات، وفي إخوة أخياف اللي هم الأم واحدة والأباء مختلفين. يبقى لازم تعرف علم الأنساب وتعرف العم والعم الشقيق والعم غير الشقيق وابن العم والخالة والعمة وبنت الابن وابن الابن، لازم تبقى عارف الأنساب عشان تعرف توزع المواريث. يبقى أول حاجة علم الأنساب، تاني حاجة وعلم الحساب عشان حيلاقي نفسه بيقسم ربع وتمن وسدس والحاجات دي كلها، لازم يبقى عنده علم الحساب. وعلم الفتوى، يبقى لازم يبقى عنده ثلاث حاجات: علم الأنساب وعلم الحساب وعلم الفتوى. الفتوى اللي هو إيه؟ يعني يوظف علم الأنساب وعلم الحساب في الفتوى بناء على الآيات التي جاءت في الإرث. يعني معناه إن مش كل علم عالم في النسب يعرف يفتي في الإيه؟ في المواريث، ومش كل عالم حساب يعرف يفتي في المواريث. لازم يكون مع علمه بالأنساب وعلمه بالحساب عالم بأحكام الشرع في هذه المسألة، عشان كده يبقى علم الفتوى. وموضوعه، موضوع هذا العلم إيه؟ التركات، يعني المتروكات من الموتى. وغايته، وإيه هي مقصده يعني غايته؟ معرفة ما يخص كل ذي حق من التركة. ولو أسقط الشارح لفظ أحكام لكان أولى وأنسب، كذا قال المحشي اللي هو البرماوي، لأن المراد بيان الفرائض بمعنى المسائل، وأنت خبير بأن المقصود بالذات من المسائل أحكامها، فلذلك زاد الشارح لفظ أحكام. وأركان الإرث ثلاثة: وارث ومورث وحق موروث، ثلاث حاجات. يبقى لازم يبقى فيه وارث اللي هو اللي ينتمي للميت، ومورث اللي هو واحد مات، وموروث اللي يترك. ولو اختصاصا، وحق الموروث ولو اختصاصا مش ملك، يعني ممكن يكون كان يعني موقوف عليه مكان معين فمات، فيصير هذا الموضوع المختص به ينتقل إلى ورثته. ولو اختصاصا فهو أعم من قول المحشي ومال موروث. واعلم أن الإرث يتوقف على ثلاث أمور: وجود أسبابه وانتفاء موانعه ووجود شروطه. يبقى في أسباب للإرث وفي موانع للإرث وفي شروط الإرث، لازم تعرف كل دي مقدمة مهمة كمدخل في هذا العلم. فأسبابه أربعة، هي أسبابه ثلاثة وخلاص، لكن هو إيه يعني عشان الكتاب بيحاول يوسع لك فبيجيب لك حاجات لكن إيه نادرة. خلينا في الأسباب اللي بيقول أسبابه على فكرة هو إيه؟ النكاح والنسب والولاء، بس هم الثلاثة. النكاح عشان الزوجة بتورث والزوج يورث، مش كده؟ والنسب عشان الأب والأم والابن والعم والعم وهكذا.
يبقى النكاح، النكاح والنسب والولاء، ولاء العتق، هم دي أسباب الإرث بس. وموانع الإرث ثلاثة برضو تحفظهم دي: القتل، فاللي يقتل أبوه ما يورثوش، واللي يقتل ابنه ما يورثوش، القتل يمنع، واختلاف الدين، القتل واختلاف الدين، وإيه تاني؟ والرق، الرق. ما هو الردة دخل في اختلاف الدين، الردة دخل في اختلاف الدين. يبقى عندنا الرق لو واحد رقيق وليه أب حر وأبوه مات الحر ده، لكن الابن رقيق الابن ما يورث، لأنه لو ورث اللي حيورث سيده، لأنه الرقيق ده ليس له ذمة مالية، مش كده برضو؟ وبالتالي يبقى الرق يمنع. يبقى عندنا موانع الإرث الثلاثة: القتل واختلاف الدين وإيه والرق. اختلاف الدين يعني لو راجل متجوز ست مسيحية وماتت هو ما يورثهاش، ولا أولاده منها يورثوها، لأن أولاده تبعوا في الدين. طب مين اللي يورث الست المسيحية دي؟ لا جوزها ولا أولادها المسلمين يورثوها، يورثها بقى قرايبها المسيحيين، أبوها وأمها وأخواتها، فهمت؟ كأنها كلالة، كأنها كلالة بالظبط. واضح؟ الفلوس دي مش موجودة ليهم هم. ما ياخدوها الاختلاف الدين. حتى لو بتصرف، احنا بنتكلم على انها ماتت خلاص، المال اللي شايباه ده ما ياخدوش لا الزوج لانه مسلم الاختلاف، ولا اولادها الاختلاف الدين. طب ايه لو كتبته لاولادها؟ تكتبه في حال حياتها، دي حاجه تانية، دي هبه في حال الحياه. كتبتهم ماتت مثلا، يبقى خلاص وهبته لهم في حال الحياه، دي هبه في حال الحياه تمشي. بنتكلم تركت. وكذلك الزوج لو مات مراته ما تورثوش، اللي هي ايه؟ المسيحيه او اليهوديه، المهم الكتابيه. هو في اسمها القتل عمدا او غير عمد، كيف الذي يمنع الورث من هذا؟ القتل يعني عمدا او غير عمد. احنا عندنا القتل في الشافعيه ثلاث انواع، هناخده بعد كده. في قتل عمد، وفي قتل شبه عمد، وفي قتل خطا. كويس؟ في وجه يقول لك ان القتل مطلقا يمنع من الارث، عشان ما يجيش يتعمد ويقول ده انا اخطات ما قصدش قصدي وياخدها حجه، فقال لك امنع. لو تسبب في قتله او باشر قتله لا يرث، عشان ما يفتحش الباب للطماعين، فهمت؟ وفي علماء تانية قال لك لا، نحقق سبب القتل ده ايه. افرض كان راكب عربيه وابوه جنبه وعملوا حادثه، الحادثه موتت ابوه وهو اتجرح ونجي، فهمت ازاي؟ ما يقصدش انه يموت ابوه، يبقى هنا نورثه. ولا هو الواد ده كان جايب ابوه وعامل الحادثه تمثيليه، فهمت؟ مش تحتمل؟ تحتمل. يوم عايزه تحقيق، يبقى القتل ده عايز تحقيق الاول، يقعد يحقق القاضي ويشوف هيحكم، فتبقى مساله خلافيه في تفاصيل القتل. وانا اميل ان مطلق القتل يمنع الارث وخلاص وخلصنا، رايح نقفل الباب، واخد بالك؟ لكن هتبقى مساله خلافيه بين الفقهاء، يقعدوا يفصلوا بقى. اداله الدواء بالليل، قايم بالليل ابوه بياخد الدواء والنور مقطوع، حسس كده اداله الدواء الغلط، فابوه خد الدواء الحمد لله متشكرين يا ابني، بيصحيه الصبح لقى ميت، بص العلبه اللي بداله طلعت علبه مش الدواء بتاعه، ده علبة تانية فيها دواء سام، فهمت ازاي؟ تحصل حاجات زي دي، قصص. حط بقى يعني افلام بقى، اعمل عليها افلام وروايات، فما لناش دعوة. الحاجات دي تحتاج الى ايه؟ الى قضاء بقى، يعني يجي القضاء. يعني قطعا حرام القتل، القتل ما يورث خلاص، حرام. لكن اللي بيقتله دلو عشان يورثه مخصوص ده، ما هو بيقتل عشان يورث، بيبقى مش مبين نفسه انه بيورث، قتله ده مجرم أراري، ده قتله وطالع بريء، يبقى بياخد حرام، عامل حرامين، حرام القتل وحرام تاني قطيعة الرحم، وحرام تالت انه بياخد مال حرام. يعني ده عايش في الحرام من جميع الجهات، ده مصايب، دي مصايب يا سيدي. نرجع هنا تاني لحسن، انتوا بتحبوا ايه؟ الاحاديث الجانبية، فخلينا في الاحاديث الاصلية.
يبقى أسباب الإرث إيه؟ أربعة: قرابة ناشئة عن الرحم خاصة أو عامة، ونكاح تاني حاجة، وهو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل فيه وطأ، يعني عقد عليها ولم يدخل بها ومات تورثه، واضح؟ عقد عليها ولم يدخل بها وماتت يورثه طالما حصل العقد، واضح؟ ولم يحدث، ولو لم يحدث فيه وطأ ولا خلوة. والحاجة السبب الثالث: وولاء. وإيه؟ وولاء، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه. يعني أنا أعتقت واد عبد كان عندي، واد مؤدب كده محترم، علمته ودخل كلية الطب وبقى دكتور مشهور وبيكسب، هو عبد عندي. فأنا قلت له: يا ابني أنت راجل محترم، أنت حر، يبقى بيني وبينه إيه؟ ولاء، ولاء عتق، لأن أنا عملت فيه معروف. كويس؟ افرض الجدع ده، العبد ده، بعد ما بقى حر وبقى دكتور مشهور وعمل ملايين ومستشفيات، تزوج ولم ينجب، وبعدين مراته ماتت في حال حياته وجمات، مش سايب حد خالص، أورثه أنا بالولاء، واضح؟ فهم؟ يبقى أنا على طول أورثه بالولاء. افرض العكس، أنا أعتقته وأنا اللي إيه؟ مقطوع من شجرة، لا لي أولاد ولا زوجة ولا أب عايش ولا أم عايشة ولا حد خالص، مقطوع من شجرة طولي كده، وعيلتي ما عرفهاش لان انا هاجرت من زمان وقعدت في بلد بعيده، صور تبقى موجوده، وجيت انا رحت ميت، هو اللي يورثني، خدت بالك؟ بالولاء، واضح؟ فهمت بقى؟ أدل. طبعا الصوره دي مش موجوده دلوقتي لان ما بقاش في رق، ما بقاش في رق، القانون بتاعنا كده ما فيش، لا لان ما فيش رق، لو رجع الرق تاني هيبقى في، ترجع تاني. السؤال في النكاح ده، ايوه، طب حصل طلاق والوفاء حصل إذا كانت طلقة رجعية تورث، إذا كانت طلقة بائنة ما تورث، لو طلقها في مرض الوفاة نورثها له ليكون ناوي يحرمها، ولو بائنة في تفاصيل، يعني هو دخل على العناية مركزة خلاص هيموت مسكين، وبعدين جت مراته قدامه وهو هيسيب خميرة كبيرة، لا تجاه ليه أنت طالق واخد بالك؟ علشان يريح عياله يعني، فاهم؟ ودخل العنايه ما طلعش، فطس تورث ليه؟ لانه في مرض، طلقها في مرض الوفاه. لكن لو طلقها، واخد بالك ازاي؟ وهو ومات فجاه، طلقها كده عادي وبعدين مات فجاه وكانت طلقه بائنه، واخد بالك؟ لا ترث. طلقة رجعية وما زالت في عدتها لسه ليها علقة تورث، واضح؟ في تفاصيل، انتوا المستعجلين هنخش لسه. يبقى قرابة ناشئة عن الرحم خاصة أو عامة، ونكاح وهو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل فيه وطأ ولا خلوة، وولاء وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه. الرابعة: وجهة الإسلام، إن انتظم بيت المال بأن كان متوليه يعطي كل ذي حق حقه، فإن لم ينتظم فلا يرث. جهة الإسلام اللي هي إيه؟ بيت مال المسلمين، يعني واحد مات ومش سايب حاجة خالص، ياخدها بيت مال المسلمين، يورثه بيت مال المسلمين، فهمت إزاي؟ أدي الجهة. طب افرض ما فيش بيت مال المسلمين الوقت، خلاص تاخدها أي جهة خيرية، ننفذ وصيته وخلاص ونريح، واخد بالك؟ لكن علشان كده دي مش أصلية، ففي ناس ما عدوهاش، ريحوا نفسه. فلذلك عد بعضهم الأسباب ثلاثة كما قال صاحب الرحبية، ودي منظومة كده إيه في المواريث، في علم في المواريث على مذهب الشافعي. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. تحفظ: نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب، نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. تبقى تتحفظ كده. يبقى النكاح
والولاء والايه والنسب والموانع. ايه اللي يمنع الارث بقى؟ اربعه ايضا كما قال ابن الهائم في شرح كفايته: الرق والقتل واختلاف الدين. واختلاف الدين في تفاصيل، افرض هو مسيحي ارثوذكسي ومراته مسيحيه كاثوليكيه، يورثوا بعض ولا ما يورثوش؟ دول يعني يعتبر الكاثوليك والبروتوس الاثنين دول دين واحد ولا دينان؟ لا يا سيدي، ده اصل هم بيورثوا زينا، الاحكام دي في مصر في بلدنا، ما احنا هم المواريث، نظام المواريث في مصر بينفذ حتى على المسيحيين، نظام المواريث الاسلامي، فهمت؟ فهل لازم يكونوا الاثنين يتبعوا كنيسه واحده يعني بروتوس مع بعض عشان يورثوا؟ يعني اختلاف الملل يعتبر اختلاف في الدين الواحد، يعتبر اختلاف دين ام لا؟ مذهبان ماذا بيقولك؟ اختلاف الملل اختلاف دين، ما يورثوش بعض، واضح؟ وفي مذهب تاني يقولك كل الكفر ملة واحد، او كلهم كفار مع بعض يا اخي ورثت. وده مذهب الاحناف، الكفر ملة واحد، واخد بالك؟ الشافعية ميزه، وفي اوجه تشبه الاحناف برضه، يعني فيها تفاصيل، يعني قصدي علم المواريث ده موضوع فيه تفاصيل كتير، فهمت ازاي؟ واختلاف الدين. والرابع بقى والدور الحكمي. الدور الحكمي ده مانع نادر شويه بس خد بالك منه، يعني مش مهم تحفظه لكن افهمه. الدور الحكمي سمي بذلك لان فيه توقف حكم على حكم اخر كما يعلم من تعريفه. الدور الحكمي اللي هو ايه؟ زي البيضه الاول ولا الديك؟ او ده دور حكم تعرف تنتهي الديك تلاقي ما يجيش الا من بيضه، طب والبيضه ما بتجيش الا من فرخه، والفرخه ما بتجيبش بيضه الا لما يبقى عندها ديك، وهكذا. طب يعني مين اللي سابق مين؟ واخد بالك؟ اسمه دور حكمي، فهمت؟ فالدور الحكمي اللي هو توقف حكم على حكم، حكم على حكم، بحيث تبقى دايره. ها هيدي لك مثال ليه. والدور الحكمي سمي بذلك لان فيه توقف حكم على حكم اخر كما يعلم من تعريفه، وهو أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه. يعني الدور الحكمي إيه؟ أنه يلزم من أن لو الشخص ده ورث أنا مورث، ولو الشخص ده مورث أنا أورث، واخد بالك؟ هيدي لك مثال: كما لو أقر أخ بابن الميت. يعني في واحد مات جاء أخوه المفروض يورثه، أم أخوه قال يا جماعة ده الولد ده ابن أخوي، أقر بنسبه لأخيه. لو ثبت النسب يبقى الأخ مش هيورث، هيحجب بالابن، ولو انتفى النسب الأخ يورث، فهمت؟ فإنه يثبت لو أقر أخ بابن للميت فإنه يثبت نسب الابن ولا يرث. في المسألة دي نعمل ايه؟ نثبت للابن نسبه، لأن الشرع عايز متشوف لأن ينسب الناس، وفي نفس الوقت ما يورث الابن، يورث مين؟ الأخ. ادي الحكم الشرعي في المسألة، فهمت بقى؟ لأنه لو ما ورثت الأخ أدى إلى الدور الحكمي، والدور الحكمي من موانع الإرث، فهمت المسألة؟ فيبقى يثبت النسب للابن عشان الواد ما يبقاش ضايع في الدنيا، يبقى ليه عيلة، وفي نفس الوقت يورث الأخ، واضح؟ الابن ما يورث، والابن ما يورث. ما هو لو الابن ورث الأخ مش هيورث، وهو أصلا لم تثبت بنوته إلا بالأخ ده، ده من غير الأخ ده هيبقى واد لقيط، فهمت؟ ده هو اللي اعترف يبقى أقر بيه، واضح؟ يعني مثال انه الاخ ده يعرف ان اخوه كان متجوز زواج عرفي مع امرأة في مكان ما، هو الوحيد اللي يعرف سر بينه وبين اخوه، كويس؟ والعيلة كلها ما تعرفش، والمرأة اللي تزوجها عرفيا دي انجبت له ابن وماتت في حال حياة هذا الاخ، فاخد بالك؟
فانقطعت العلاقة به بالزوجة دي لأنها ماتت. وقال أخ ده مات، الأخ أخوه ده الوحيد اللي يعرف أن ده ابنه، حدش يعرف خالص للعيلة، الورقة ضاعت والأم ماتت والأخ مات، حدش يعرف ليه حاجة نسب خالص. فهمتني إزاي؟ يوم يجي الأخ يقول لا الولد ده ابن أخويا قدام القاضي عشان ياخد اسم أخوه وياخد اسم العيلة. فهمت إزاي؟ وفي نفس الوقت القاضي يثبت النسب ويورث الأخ، ما يورث الابن في المسألة دي. فهمت بقى؟ وعشان كده الزواج العرفي ما بينبنيش عليه إرث لكن يثبت به النسب. هناخد باب النكاح، الزواج العرفي يثبت به ايه؟ النسب. النسب ولا يثبت به الإرث. واضح؟ والدور الحكمي سمي بذلك لأن فيه توقف حكم على حكم آخر كما يعلم من تعريفه، وهو أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه، كما لو أقر أخ بابن للميت فإنه يثبت نسب الابن ولا يرث الابن، يعني لا يرث الابن، لأنه لو ورث الابن ده لحجب الأخ فلا يصح استلحاقه للابن، لأن شرط المستلحق أن يكون وارثا حائزا، وعشان يستلحق نسبه شرط أن يبقى وارث من العيلة يحافظ على العيلة. فلما لو ورثنا الابن وحجبناه يبقى فقد شرط الاستلحاق، ما ينفعش يستلحق حد في نسب. فهمت؟ فشرط فلا لأنه لو ورث لحجب الأخ فلا يصح استلحاقه للابن، لأن شرط المستلحق اللي هو الأخ هنا اللي هيستلحق أن يكون وارثا حائزا، وإذا لم يصح استلحقه بالورث بالنسب ده، يعني ضمه إلى هذا النسب، استلحقه يعني ضمه لهذا النسب، لأن شرط المستلحق أن يكون وارثا حائزا، وإذا لم يصح استلحاقه للابن لم يثبت نسبه فلا يرث، فأدى إرثه إلى عدم إرثه بوسائط، وعدم إرثه إنما هو في الظاهر، أما في الباطن فيجب على الأخ. كل ده في حكم المحكمة، لكن يجب على الأخ إن بعد ما ياخد الإرث يديه للواد. شفت بقى؟ يعني ياخد الإرث الأول بحكم المحكمة، ديانة بقى يديه للواد. يبقى في حكم قضائي وحكم ديانة. من حيث الديانة لكن من حيث القضاء لا. وهنا يفترق الحكم القضائي على الحكم الديني، لأنه ممكن القاضي يحكم لك في حاجة مش حقك، مش كده برضو؟ وتبقى برضو مش حقك في الآخر. مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول رب أحدكم يكون ألحن من أخيه بالحجة، فأقضي له، فإن قضيت له فقد قضيت له بقطعة من النار، يعني ما يأخذهاش. نكمل بس الأول. وأما في الباطن فيجب على الأخ إن كان صادقا تسليم التركة للابن. الباطن هنا اللي هو الديانة، يبقى الظاهر هنا حكم القضاء والباطن هو هنا الديانة، علاقته بربه بقى، ضميره اللي هو مات من زمان عند كثير من الناس، فربنا ينجينا. ويحرم عليه أخذ شيء منها. عايز كما الشيخ البيجورة وريحك، قال لك ويحرم عليه، بينه وبين ربه بقى. وزاد بعضهم خامسا في مانع خامس، بعض العلماء زودوا المانع الخامس غير الدور الحكمي، زودوا خامس وهو الحرابة وغيرها، فالحربي لا يرث من غير الحربي وبالعكس. يعني واحد مات في بلاد المسلمين وابنه في بلاد الكفار اللي بتحاربنا، واضح؟ فيبقى ما يورثوش بسبب الحرابة، لأنه إزاي يأخذ المال بتاعي ويحاربني بيه، واضح؟ يبقى الحرابة برضو تمنع. فالحرب لا يرث من غير الحرب وبالعكس. وزاد بعضهم أيضا سادسا وهو اللعان. أصل العلماء يحبوا إيه؟ يتقول له أن موانع الإرث ثلاثة، يقول له مين اللي قالك ثلاثة؟ ده أنا جايب لك أسباب تانية. علماء بقى مخهم خصم، يجيب لك صور أزيد من الثلاثة ليه؟ عشان إيه؟ يبين لك أنه إيه؟ أن الناس تتفاوت في الفهوم.
لكن من حيث التعليم احنا بنقول ثلاثة: القتل واختلاف الدين والرق. خلاص دي موانع الاسم. يجي عالم يقول لك مين قال لك دول بس؟ لا، يبقى ده فرق بقى بين العالم المبتدئ والعالم الثاني اللي هو ايه، متبحر. فكل وفوق كل ذي علم عليم. المتبحر قال له لا، ده انا احط لك حاجه زياده، الدور الحكمي. قام قال لك عالم ثالث، قال لك لا، وقام جاب لك رابع، قال لهم الحرابه، واحد قاعد ثاني قال لهم اجيب لكم خامس اللعان. ده ان اللعان اللي هو ايه، يعني واحد اتهم في زوجته انها زانيه فلعنها وهي لعنته، فرقوا بينهم. اللعان ده يمنع الارث، لان فرقوا بينهم مبقاش في بينهم نكاح. فهمت؟ في ناس يقول لك ما خلاص، ما هو داخل في النكاح في ايه، في لانه من اسباب الارث النكاح، وهنا ما فيش نكاح، فيبقى هنا اصلا ما لهمش علاقه ببعض. ليه تقول لي بقى اللعان يعني؟ وده انت بتقول لي بنفس الكلام تفاصيل ملهاش لازمه، لان دي داخله فوق، داخله في اسباب الارث النكاح، ولو لعنوا ما بقوش في نكاح. فهمت؟ يعني العلماء يحبوا يقعدوا يناقشوا بعض كده، كل واحد بيبص الموضوع من جهه، وده من لطائف يعني علماء المسلمين مع بعضهم. طب في حاله ما طلقوش بعض لعن ولعنه، ده يجب التفريق. طالما تلعنه في الزمن ده بشوفها كتير، تلعنه قدام القاضي يعني؟ لا، بينهم بعضهم. لا، اللعن ده ده حكم قضائي، ده يروح للقاضي يقول مراتي دي كذا، وهي تقول له لا ما حصلش، يقوم القاضي يجيبهم بعد العصر جوه الجامع في وجود الناس، ويقفوا على المنبر. تغليظ بالزمان، وتغليظ بالمكان، وتغليظ بتكرار الايه، الحلف. يحلف 4 مرات، 4 مرات تحلف ان جوزها كذاب، والخامسة ان يغضب عليها ربنا لو كان صادق، وهو يروح طالع يحلف 4 مرات قدام الناس انه صادق، والخامسة ان ربنا يلعنه لو كان كذاب. عملوا كده قدام القاضي، حكم بالتفريق خلاص، ولا ينفع يتجوزها حتى بعد ما يستلحم، خلاص بقت محرمة على التأبيد. واضح؟ فقال لك اللعان وفيه بحث ظاهر كما قاله بعضهم، لأن المنع فيه لعدم السبب اللي هو إيه؟ اللي هو النكاح، الذي هو النسب أو النكاح. وشروطه 4، الشروط 4 على فكرة، لأن المنع فيه لعدم السبب الذي هو النسب، حق يقول هو النكاح مش هو النسب، لأن ده بين راجل ومرأته مش كده برضو، فهو حاطط النسب، فهنكتب كده علامة ما تشطبش حاجة، اوعى تشطب حاجة، وتكتب كده علامة في الهامش تقول النكاح. وشروطه 4 أيضا: تحقق موت المورث حقيقة، أو إلحاقه بالموت حكما كما في حكم القاضي بموت المفقود اجتهادا بعد غيبته مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش بعدها غالبا أو تقديرا كما في الجنين المنفصل بجناية على أمه توجب الغرة. الغرة، الغرة اللي هي يعني إيه؟ عشر، ربع عشر، عشر الدية، عشر الدية الغرة، يعني واحد ضرب امرأة في بطنها وهي حامل سقطت، يدفع لها إيه؟ غرة. غرة يعني 10 جمال، 10 جمال كويس، نصف العشر، نصف عشر الدية 5 جمال، الدية 5 جمال، الجمل ب20,000 جنيه، يبقى الدية 100,000 كويس، يديها 100,000 جنيه. طب 100,000 جنيه دي مين يورثها؟ يوم يعتبروا ان الواد ده اتولد حي ومات وسايب امه واب، يورثوا امه وابوه. فهمت بقى ازاي؟ ياخدوا بقى 100,000 دي يتقسموا على الام والاب، واذا كان ليه اخوات الاب يحجبه، اذا كان ابوه ميت اخواته يورثوا مع الام. واضح؟ فتورث عنه بتقدير أنه كان حيا ثم مات،
يبقى اول شرط من شروط الارث ان انا اتاكد ان الرجل مات ولا حورث والراجل ما ماتش. الانسان يعني مش شرط راجل، راجل او ست، يبقى لازم تحقق موته. طب افرض هو سافر وبقاله 10 سنين ما بيتصلش بيه وما يعرفوش حي ولا ميت وسايب اموال هنا، نعمل فيها ايه؟ فهمت ازاي؟ نقوم ايه لو غاب غيبة مدة معينة يغلب فيها الهلاك، يجي القاضي يحكم بتقسيم ارثه كأنه مات، اللي هو المفقود يسموه المفقود، فهم؟ واختلاف المدة دي باختلاف الزمان والمكان والفقيه. يعني سافر في ليبيا ايام ما كان القذافي وكتائب القذافي بتضرب في الناس، وبعدين خلصت الثورة وليبيا هديت وبعتنا ندور في جميع الاسماء مش لاقيين اسم غير موجود في بلد كان فيها قتلة كتير، ممكن القاضي في الحالة دي في خلال سنة واحدة بس ما ظهرش يحكم انه مات. فهمت ازاي؟ ليه؟ لان بلد كان فيها موت، بلد حصل فيها زلزال مات فيها مئات الالوف وهو كان فيها، يقعد له سنة، بعد سنة كفاية مات خلاص وزعوا الارث. فهمت؟ يبقى على حسب، انما بلاد امنة وكده ممكن يطول المدة شوية ونستنى، نستنى ليظهر. كل بلد ما تختلف باختلاف الفقيه وباختلاف الحالة وباختلاف المكان. المهم تحقق الموت الحكمي او الحقيقي، الحكمي في الغيب والحقيق او في الجنين الغرة اللي هو نزل، وده اسمه ايه؟ تقديري، موت تقديري او حقيقي، يعني مات قدامنا وشلناه وعارفين. تاني حاجة تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. راكبين عربية عيلة بحالها، الاب والام والعيال ماتوا كلهم مرة واحدة، خلاص بقى ما حدش هيورث حد، ده ماتوا كلهم مرة واحدة. فهمت ازاي؟ يبقى اللي هيورثهم العايشين، نشوف الام والاب عايشين، الجد عايش ولا مش عايش، الاخوة عايشين ولا. فهمت بقى ازاي؟ يبقى لازم كمان ان يفضل هو عايش. يبقى المورث مات، تحققنا من موته وتحققنا من حياة مين؟ الوارث. عملوا حادثة، ابوه مات في الحال وهو دخل المستشفى، مات بعديه باسبوع، يبقى ورثه وبعد كده ينتقل الارث لورثة. فهمت؟ وهكذا الامور تمشي كده. وتحقق حياة الوارث بعد موت المورث او الحاقه بالاحياء حكما او تقديرا كالحمل والمفقود، فلو مات متوارثان معا ولو احتمالا او مرتبا لكن لم يعلم عين السابق فلا توارث بينهما، فان علم عين السابق ثم نسي وجب التوقف الى البيان او الصلح. ثالث حاجة ومعرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء. لازم نعرف سبب الإرث، أنت هتورثه بسبب نكاح ولا بسبب قرابة عشان تبنه ولا عشان أنت أخوه، ولا هتورثها علشان أنت زوجها. لازم نثبت العلاقة. اللي بيعملوا الوقت حاجة اسمها إعلام وراثة، بيثبت القرابات عشان يعرف يقسم. والرابع العلم بالجهة المقتضية للإرث تفصيلا كالأبوة والبنوة وبالدرجة. يعني ما يكفيش أبدا أن نقول ده قريب فلان يورثه، إيه درجة القرابة؟ أبوه ولا ابنه ولا أخوه؟ فهمت؟ لازم الدرجة، درجة القرابة كمان. والعلم بالجهة المقتضية للإرث تفصيلا كالأبوة والبنوة وبالدرجة التي اجتمع فيها ويختص به القاضي والمفتي. يعني ما ينفعش يقول أصل ده ابن عمي، طب ابن عم الشقيق ولا ابن عم الغير مباشر ولا ابن عم ابوك فبتقول عليه ابن عمي، ما كل دي تفاصيل، ولا ابن عمك المباشر، ما فيش حاجه اسمها ابن عمي كده، لازم تقول انا عم والعم ده فعلا ايه، يعني يثبت ايه الدرجات دي كلها. فلا يكتفي بقول الشاهد هذا وارث فلان الميت حتى يعين الجهه التي اقتضت الارث منه، ولا يكتفي بقوله هو ابن عمه حتى يبين الدرجة التي اجتمع فيها كالجد القريب لهما لاحتمال أن يكون هناك من هو أقرب منه. قول والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة لا بمعنى فارضة،
فهي فعيلة بمعنى مفعولة لا بمعنى فاعلة. وقوله من الفرض بمعنى التقدير، أي مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير، فإن الفرض لغة التقدير. قال تعالى: فنصف ما فرضتم أي قدرتم. يقال فرض القاضي النفقة أي قدرها، ويقال الفرض بمعنى القطع، يقال فرض العود بمعنى قطعه. قول والفرض شرعا أي في هذا المحل بخصوصه، فلا ينافي أن الفرض شرعا يطلق على ما قابل الحرام والمندوب ونحوهما. ساعات نقول الفرض ونقصد به الواجب، وساعات نقول الفرض ونقصد به القدر الموروث، وهو المطلوب فعله الواجب اللي هو إيه المطلوب فعله طلبا جازما، وإن شئت قلت وهو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والفرض شرعا اسم نصيب مقدر لمستحقه كالنصف والربع والثمن، وخرج بالمقدر التعصيب، فإنه ليس مقدرا بل يأخذ العصب جميع التركة إن انفرد، وما أبقت الفروض إن لم تستغرق التركة وإلا سقط. قول والوصايا جمع وصية، من وصيت الشيء بالشيء، أي مأخوذة من وصيت الشيء بالشيء بفتح الصاد المخففة. وقول إذا وصلته به أي تقول ذلك إذا وصلته به، والضمير الأول للشيء الأول والثاني للشيء الثاني، يعني وصلت الشيء بالشيء، وصلته به يعني وصلت الضمير الأول للشيء الأول، به الضمير الثاني بالشيء الثاني، سهلة يعني. ساعتها ما تيجي تقرأ تقول إيه ده إنجليزي ده، لا مش إنجليزي بس ركز هتلاقي سهلة. والضمير الأول للشيء الأول والثاني للشيء الثاني كما هو الأقرب، ويحتمل العكس. فمعنى الوصية لغة الإيصال، لأن الموصي وصل خير بمياه بخير عقباه، أي وصل الخير الواقع منه في دنيا وهو الطاعات التي فعلها في حياته بالخير الواقع في عقباه وهو الوصية. قيل إن هذه العبارة مقلوبة، والأصل وصل خير عقباه بخير دنيا، لأن الثاني هو الذي يوصل بالأول عادة وهو غير متعين، لأن الوصل أمر نسبي بين الأمرين، كما إذا وصلت حبلا بآخر فنسبة الوصل الأول كنسبته للثاني. حكاية سهلة، لما تقول وصلت الشيء ده للشيء ده كأن بالضبط وصلت الشيء ده بالشيء ده، يعني أبتدي بالدنيا عشان أقول وصلتها بالآخرة، أو أبتدي بالآخرة عشان أقول وصلتها بالدنيا، كلها حاجة واحدة، المعنى واحد، فهم؟ قوله والوصية شرعا إيه هي؟ تبرع بحق مضاف لما بعد الموت. لو أنا مثلا تبرعت بشيء دلوقتي يبقى اسمه هبة في الحال، لكن تبرعت بشيء الآن وقلت بعد موتي بقى وصية، يبقى التبرع متعلق ببعد الموت، واضح؟ عشان تبقى وصية. أي ولو تقديرا، فإذا قال أوصيت لزيد بكذا فالمعنى بعد موتي، ومضاف بالجر صفة لحق، بحق مضاف، مش الوصية شرعا تبرع بحق مضاف، لا، أصل مضاف دي صفة للحق تبقى مجرورة، مش صفة للتبرع، فهمت الكلام؟ عايز يقول لك كده يعني. ومضاف بالجر صفة لحق لا بالرفع صفة للتبرع، لأن الحق إنما يعطى للموصى له بعد الموت، والتبرع في الحال. وأركانها موصى موص وموصى له وموصى به، وصيغة لأربعة يعني، وستأتي كلها. قوله والوارثون من الرجال، أي حال كونهم من الرجال، والمراد بهم الذكور ليدخل الصبي، وهو معلوم من صيغة المذكر، وهي قول الوارثون فإنه جمع مذكر. قول المجمع على إرثهم، هنقف على قوله عشرة كويس، هنخلص بس الفقرة دي وخلاص. المجمع على إرثهم عشرة، هو بقى بيعلق على كلمة المجمع على إرثهم دي، هو احتراز عن ذوي الأرحام، لأن ذوي الأرحام اللي هو الخال والخالة وأبناء الخال دول ما بيورثوش، دول اسمهم ذوي الأرحام اللي هو القرابة من جهة الأم والجد لأم والحاجات دي. وكذلك قول الآتي المجمع على إرثهن، فإنهم يرثون على الراجح، وفي كيفية إرثهم مذهبان، كيفية الإرث بقى للورثة مذهبان، أصحهما مذهب أهل التنزيل، وهو أن ينزل كل واحد منزلة من يدلي به،
ويجعل كأن الورثة هم المنتهى إليهم، ويقسم المال عليهم على تقدير كونهم موجودين، وتعطي حصة كل واحد منهم لمن أدلى به. والثاني مذهب أهل القرابة، وتقديم الأقرب منهم إلى الميت. يعني شوف، يا إما ننزله منزلة اللي هيورث مباشر، يعني رجل مات وترك ابن وبنت، ترك ابن وبنت، نقوم نعمل ايه على منزلة اهل التنزيل؟ نخلي ابن الابن ده كأنه ابن، ويورث نصيب ابوه، واضح؟ والبنت تاخد التلت، والابن الابن ياخد التلتين للذكر مستحظ الانثيين، ده اهل التنزيل. فهمتني ازاي؟ لكن التانيين يقول لك لا، ده ابن الابن ده درجه اقل من البنت، البنت تدلي الى الميت مباشره، والتاني يدلي للميت بواسطه، فما ينفعش اخليه بدرجتها. يبقى البنت هنا تاخد النص، لو عملنا مذهب القرابه البنت تاخد النص، وابن الابن ياخد الباقي تعصيبا، واخد بالك؟ ومبقاش من اهل الفرائض. وعندنا احنا هيورث بالوصيه الواجبه في مذهبنا احنا، هنبقى نشرح لك الوصيه الواجبه دي بعدين، يعني مذهب المصريين. فافهم بقى هنا كلامه، يعني بيقول لك ان المذهبين في طريقه التوريث، مذهبة اهل التنزيل ان انا نزل الدرجات الدنيا للدرجة العليا، يعني ابن الابن انزله كأنه ابن، او ابن الابن اخليه ابن وادي له ميراث ابوه كأنه عايش. فهمت ازاي؟ او ترك احفاد وابناء اخلي الاحفاد دول كأن ابائهم عايشين وورثهم. فهمتني ازاي؟ ادي طريقة اهل التنزيل. التانيين يقول لك لا، ليه؟ لان دول ما بيدلوش للميت بطريق مباشر. والمذهب والثاني مذهب اهل القرابه، وتقديم الاقرب منهم الى الميت. هيديك مثال، ففي بنت وبنت المال على الثاني لبنت. شوف، هو ساب هنا الميت ده بنت وبنت ابن، سايب بنت وبنت ابن، واضح؟ طيب، المال على الثاني اللي هو ايه؟ هننزل كل واحد على درجته، لبنت البنت لقربها للميت، وعلى الاول بينهما ارباعا. ووجهه الاول اللي هو هننزله منزلة التنزيل، يعني انت عندنا بنت البنت هنا لقربها للميت، هنخليها هي تورث النص، خلاص كان هي البنت. فهمت ازاي؟ وعلى الاول بينهما ارباعا، على الاول اللي هي منزلة مذهب اهل التنزيل، وينزل كل واحد من يدلي بيه، ويجعل كأن الورثة هم المنتهى اليه. المال على الثاني لبنت البنت لقربها الى الميت، يعني بنت البنت هتاخد النصف فرضا والباقي ردا، وابن بنت البنت ما يورثش حاجه. فهمت الكلام؟ ما هي بنت ابن دي مش هتورث، هنورث على المذهب الثاني للبنت، بنت البنت نديها النصف والباقي ردا كأنها تاخد كله، ده على المذهب الثاني اللي هو بتاع القرابة. خدت بالك ازاي؟ اللي هو تقديم الأقرب للميت. وعلى المذهب الأول اللي هو التنزيل، أنزل بنت الابن منزلة ايه؟ بنت الابن، عليها درجة، فانها بنت الابن على طول.
فهمت؟ وعلى الأول بينهما أرباعا، ووجهه إزاي تبقى أرباع بينهم؟ أن بنت البنت تنزل منزلة البنت تبقى ليها النص، وبنت بنت الابن تنزل منزلة بنت الابن فلها السدس تكملة الثلثين. واضح؟ فمسألتهما من ستة، يبقى بنت البنت تاخد ثلاثة على ستة، وبنت بنت الابن تاخد واحد على ستة، يبقى كده خدنا كام؟ أربعة، بقيت سدسين. طيب والثلاثة الواحد معناه مجموع الأجزاء أربعة، مش كده برضو؟ يبقى أربعة، هتتقسم أربعة. فهمت جابوا الأربعة إزاي؟ يبقى السدسين دول يتقسموا ردا بنسبة الأرباع، بقى يردوا تاني عليهم بنسبة ثلاثة الواحد. خد بالك، صح صح معايا، لأن علم الحساب مهم في علم المواريث. هنحل المسألة دي بس ونقوم بقى النهاردة. وعلى الأول اللي هو مذهب أهل التنزيل، اللي هو حينزل لك بنت البنت كأنها بنت، وبنت بنت الابن كأنها بنت ابن، يعني يعلي كل واحد درجة. فهمت؟ التاني مالوش دعوة، بنت بنت الابن مالناش دعوة بيها، هندي البنت لأن ده بعيد، ده بينه وبين جده طبقتين، دي بينها وبين جدها طبقة واحدة، يبقى الطبقة الواحدة اللي تورث. فهمت؟ المذهب الثاني بقى لبنت البنت لقربها إلى الميت، وعلى الأول بينهما أرباعا، ووجهه أن بنت البنت تنزل منزلة البنت فلها النصف، وبنت بنت الابن تنزل منزلة بنت الابن فلها السدس تكملة الثلثين، فمسألتهما من ستة، عشان كده قلنا ثلاثة من ستة وواحد من ستة لدخول النصف في السدس. يبقى اثنان، اثنين من ستة الباقيين، يقسم عليهما ردا باعتبار نصيبيهما، نصيبهم من واحد لإيه؟ لثلاثة. طيب فلبنت البنت واحد ونصف من الاثنين، ولبنت بنت الابن نصف من الاثنين الباقيين، فحصل الكسر على مخرج النصف وهو اثنان، فيضرب في أصل المسألة وهو ستة، يخرج اثنى عشر. لبنت البنت تسعة فرضا، بنت البنت كانت هتاخد ثلاثة على ستة، وردا هتاخد، خد بالك الثلاثة على ستة معناها ستة على اتناشر، ما احنا خلينا المسألة من اتناشر، فبقت ستة من اتناشر، والثلاثة رد عليها من الباقيين بقوا تسعة من اتناشر. واضح؟ تسعة فرضا وردا، فرضا وردا، يعني كأن هي ستة من اتناشر فرضا وثلاثة من اتناشر ردا، بقت تسعة. واضح؟ ولبنت بنت الابن ثلاثة فرضا وردا. فهمت؟ لأنه كان هياخد واحد على ستة، يبقى أما بقت اتناشر بقت اتنين على اتناشر، ويتبقى له الايه؟ الباقي بقى، يبقى هياخد تلاتة، تلاتة من اتناشر، يبقى لو قسمنا الى اتناشر ايرات المسألة دي، تسع قراريط منهم تاخدهم بنت البنت، وتلات قراريط منهم ياخدهم بنت بنت الابن. واضح؟ وترجع بالاختصار الى اربعة، فاصل المسألة من ستة وتصح من اثني عشر، وترجع بالاختصار الى اربعة، هذا كله اذا وجد احد من ذوي الارحام، والا فحكمه كما قال العز بن عبد السلام انه اذا جارت الملوك في مال المصالح وظفر بالمال الذي لم يوجد له وارث ولو من ذوي الارحام احد يعرف المصارف اخذه وصرفه فيها كما يصرفه الامام العادل وهو ماجور على ذلك، يعني لو ملوش ارث خالص حد ورثه عن طريق نكاح ونسب مباشر، ذوي الأرحام يأخذوها بدل المالك الجائر، لو كان المالك جائر، ويصرفها في المصارف هو كأنه من باب الولاية يعني، وهو مأجور على ذلك. قال والظاهر وجوبه بشرط سلامة العاقبة، وإن كان يستحق في بيت المال جاز له أن يأخذ منه لنفسه وعياله ما يحتاج اللي هو ذوي الأرحام، والعبرة بالعمر الغالب، يعني يحتاجه في عمره الغالب
هو ترك 1,000,000 جنيه ومالوش ارث، فخده خاله عنده 40 سنة، كويس، خد 1,000,000 جنيه ياخد منها ما يغنيه عمره الغالب. العمر الغالب 63 سنة، يعني عايز مصاريف 23 سنة، هو بيصرف في السنة مثلا 30,000 جنيه، يضرب 30,000 جنيه في 12 يبقى 360,000، ياخد 360,000 من 1,000,000 والباقي يحطه في مصاريف الزكاة. فهمت؟ واضح الكلام؟ والعبرة بالعمر الغالب، وإن تردد بعضهم في ذلك حيث قال وهل العبرة بحاجته سنة أو أقل أو أكثر للنظر في مجال. بعض العلماء قال لك لا مش العمر الغالب، ده ياخد حاجته لمدة سنة، والتاني قال لك سنتين وكده، يعني اختلف العلماء في تحديد هذا. ونقف على قوله 10 بالاختصار يوم الاثنين القادم إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، وجزاكم الله خيرا. أي فضل.